بناء على توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أرسلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شحنة مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية السودان لمساعدة الأشقاء السودانيين في محنتهم جراء الفيضانات والسيول التي ضربت غالبية الولايات وتسببت في إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة. يسعدني أن أسجل تقديري، محبتي واحترامي، تحياتي لسيدي جلالة الملك على مبادراته الإنسانية الكبيرة لمساعدة الأشقاء في الأزمات في الكوارث، وهاي شيء مو غريب عليه، وسعيدين جدا بقيادة سمو الشيخ ناصر وتشجيعه، وإحنا الآن متجهين إلى جمهورية السودان شقيقة لتقديم المساعدات والاجتماع مع المسؤولين والاطلاع على الأحوال، زيارة الأماكن المتأثرة والمناطق كبيرة جدا وأشخاص يعني فقدوا حياتهم ومرضى وجرحى وكثير من فقدوا يعني سبل الحياة. فواجبنا الإنساني يحتم علينا أن نقف مع أشقائنا السودانيين إلا نكون لهم كل المحبة والاحترام، فهو شعب طيب كريم وعلاقة تاريخية مع البحرين. اليوم طبعا بأمر من جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه ملك الإنسانية، وبتوجيه كذلك من سمو الشيخ ناصر الله يحفظه متابعة حثيثة، احنا كوزارة صحة وعادة في مثل هذه الظروف نشارك يعني أشقائنا في السودان ما يتعرضون له الآن من أمور بعد فيضانات اللي موجودة. واليوم عندنا تقريبا هدفين رئيسيين من هذه يعني المساعدات. أولا أرسال مساعدات فورية وتكون عبارة عن أدوية يحتاجونها، مستلزمات جراحية وكذلك بعض الأدوية اللي تستخدم في مثل هذه الظروف. وكذلك هدف الثاني نحن نلتقي بإذن الله بالمسؤولين في السودان الشقيق على أساس أن نحن يعني نتشارك معهم المعلومات اللي موجودة، نقيم الوضع اللي هم يحتاجون فيه، شو اللي يحتاجونه في الفترة القادمة.